أريد مشهد ما تنساه نهائيا خلال هاي الفترة، مشهد ما يروح من بالك، قد يكون قاسي قد يكون مفرح. لا والله، بداية الثورة هو اللي خلانا ثبت رجلي بالثورة. الثورة رجعت للعلم العراقي هيبته. صح، كل العراقيين قبل الثورة يعتبرون العلم العراقي هو عبارة عن خرقة وصل عليها كلمة الله أكبر المقدسة ويحط الحرامي بظهره، ولكن بالتحرير صار العلم إلى عزة إلى هيبة قدسية إلى قدسية. فيوم من الأيام أنطى حضرت جوال رئيس الوزراء السابق قال حضرت جوال ما طلعون، أنا هسه جاي من التحرير حتى بث بالبيت، لأن التحرير ما عندنا إنترنت تعرف. فأنا شوف شلون الوضع بالتحرير، أخلص هناك فيديوهات وأصعد وما أعرف شنو، أرجع للبيت حتى تنشرهم. أنشرهم وأطلع مباشر وأرجع للتحرير. فوصلت للبيت قالوا حضرت جوال ب12، طلعت مباشرات، والناس مو فقط منتظر، كل الناس أشارت إلى هذا أنه أطلعوا لا تبقون ببيوتكم. فطلعت وياي العلم وياي صديقي واحد من أصدقائي، فوقفنا بالشارع نهز بالأعلام، أشوف العالم كلها جت، طلعت العالم كلها نفس الفكرة. فالمهم واقفين بوحدة من الساحات وأنا بيدي العلم العراقي كبير أرفرف بي، فإجا ولد على دراجة، العلم إيش قد سعره؟ 4000 دينار. والعودة إيش قد؟ عودة مال صوندا سعره 1000 دينار كبيرة. إجا ولد على دراجة ويا واحد قال لي فدوة تطلين العلم في تربية، قلت له أخوي تعرف إيش سوى؟ إحنا هوسة، شال تليفونه حديث، قال لي خلي يمك هذا أمانة أروح أفتر وأرجع. زين، على مود علم، على علم ولا أهمية صارت برمزية العلم أو بال شو اسمه مال رمزية العلم. هاي أكدت لي إنه الشعب العراقي صحة الوطنية اللي بداخل اللي قتلوها الأحزاب والحرامية والفاسدين والطائفين قعدت من جديد. صح، فعلينا كنا لو نطي دمنا صح بسبيل نهضة هذه الروح الوطنية ما نتنازل عنها، لأن لأول مرة وأنا أقول لك إياها، لأول مرة منذ ولادتي سنة 79 وإلى هاي اللحظة أرى أنه النفس الوطني العراقي يعود. يعود صحيح، لو حزبي لو طائفي كان لو قومي.